ولا عقوبة بلا لائحة ولا عقوبة بلا ميثاق محدد وقود مهنة. ونتمنى أن يكون ذلك في الأيام القادمة. أيضا أتمنى أن يكون هناك قانون الشفافية وتدفق المعلومات الذي لم يطلع للنور حتى الآن. هذا القانون يعاقب المسؤول إذا امتنع عن إجابة سؤال الإعلام يسأله، لأنه الإعلام لا يسأل المسؤول يعني زي ما بيقول يعني طرفة أو فسحة أو هواية، وإنما هو يسأله من أجل الحصول على المعلومة اللي تفيد حضراته واللي تنور لحضراته واللي تخلي الرأي العام يكون رأي سليم. بشكر كل اللي سأل عن البرنامج في فترة غيابي. طبعا بشكر الحقيقة الأخت الإعلامية القديرة اللي أصرت الحقيقة إن أنا أطلع النهاردة، الأستاذة الكبيرة سميرة الدغيدي، وأنا شعرت أنها أخت بالفعل، وشعرت كم أن هذه السيدة عايز أقول مش بمئة راجل ولا بألف راجل الحقيقة، لا بمليون راجل. كم من الرجال مثل الحريم، الحريم بمفهوم الحراملك التركي اللي هم كانوا معدومين الأهلية، اللي ما يعرفش لأنه صفة الحريم سبة، حريم في الحراملك كانوا معدوم الأهلية، ما كانش لهم صوت، كانوا مجرد وعاء للخلفة. كم من الرجال زي الحريم دول اللي بالمفهوم ده، وكم من الحريم أفضل من الرجال فيهم رجولة، لأنه أنا دايما أقول ليس كل ذكر رجل وإنما كل رجل ذكر، وهناك من الإناث فيهم الرجولة والشهامة والقوة واتخاذ القرار أفضل بكتير من عشرات ومئات الرجال. حقيقة أنا بشكر ما حفظ الألقاب سميرة الدغيدي إنها بقت شخصية عامة في معركة فرضت علينا، فرضت على هذه القناة. أي حد مكان الست دي كان ممكن يقول لك أنا هشتري دماغي، فلوس اللي بصرفها حطها في أي مشروع، إيه وجع الدماغ وإيه الحرب وإيه السب وإيه الخوض في الأعراض مع ناس شرفة، ليه كل الصداع ده؟ لا الأمانة، وأنا شخصيا عرضت عليها كده، قلت لها خلاص بيع القناة واستثمري فلوسها في أي حاجة، قالت لي لا ما حييت لن أبيع هذه القناة، لأنه الناس مؤمنة بينا، الناس مؤمنة بيك يا أستاذ محمد، الناس عايزاك، الناس عايزة تشوفك، الناس عايزة تسمعك. إحنا بنعمل حاجة لوجه الله، لوجه الوطن، لوجه هذا البلد. في أشرار حاولوا أن يهدموا هذه الشاشة، في أشرار حاولوا أن يشتروا هذه الشاشة بالملايين، في أشرار حاولوا إرهابنا، حاولوا استخدام أسلوب العصا والجزرة، لكن لم ينفع هذا الأسلوب أو ذاك معنا. وأصرت سميرة الدغيدي أنه تكون هذه الشاشة لحضراتكم، وأصرت أن أنا أرجع النهاردة، وأنا كنت الحقيقة عايز الأجازة تطول شوية، رغم أنه يعني هذه المرة أنا يعني راجع ومتأثر جدا، ويمكن حضراتكم تلاحظوا في صوتي متأثر بكم الاتصالات وبكم الرسائل والناس اللي بتقابلني في الشارع. أقسم بالله العظيم امبارح واحد جري ورايا في هنا في اكتوبر، تبركن قدام منادي 6 اكتوبر، انت فين انت فين، احنا قفلنا التلفزيون، الراجل اليوتيوب بيندف في الشارع وقاعد يمسك فيا. انا قلت له يا عم طب اهدى، قلت له ان شاء الله. ده يمكن الموقف ده خلاني قلت خلاص انا يعني هرجع النهارده. بصراحه حسيت قد ايه هذا الرجل الصادق اللي يمكن بيشوفني لاول مره في الشارع.